بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم أيها الأحبة، أعزتي، أيها الكرام، ورحمة الله وبركاته. معكم في رحاب الإمام الهادي علي بن محمد عليهم الصلاة والسلام أبد الآبدين، وإنما نكون في رحابه في مدرسته الأخلاقية، إذ أنه الحديث عن الإمام والإمامة، ولكل إمام له جوانب عديدة ومختلفة. فتارة نتحدث عن إمامته وعن النصوص الدالة على ذلك وعن معاجزه وكراماته التي تدل على أحقيته بالإمامة، وهذا باب وسيع جدا لما عندنا من النصوص الدينية تمسكا بالآيات تفسيرا وتأويلا، وتمسكا بالنصوص الصريحة الدالة على إمامته وإمامتهم. وتارة يكون الحديث عن سيرته، عن أخلاقه ومكارم أخلاقه، عن زهده، عن عبادته، عن علمه، عن معاشرته مع الناس وكيف يتعامل مع أصحابه مع تلامذته. وتارة يكون الحديث عن سيرته الذاتية، ابن من، أولاده، زوجاته، أمه. فالحديث على كل حال يختلف، وإنما اخترت هذه الزاوية الهامة من زوايا حياة الإمام عليه الصلاة والسلام وما قاله من الحكم والمواعظ. ولله الحمد أئمتنا الأطهار تركوا لنا تراثا عظيما هائلا، كما وكيفا من العلوم والمعارف والعوارف، من العرفان والأخلاق والفقه، ما من حركة وسكون إلا ولله فيه حكما، والذي يبين الحكم الرسول وأهل بيت الرسول الذي نزل في بيوتهم الكتاب الكريم، إنهم مهبط الوحي ومعدن الرسالة، كما نقرأ هذه المعاني القيمة والسامية في معرفتهم في زيارة الجامعة الكبيرة. هذه الزيارة التي ينقلها الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، وما أعظم هذه الزيارة من حيث السند ومن حيث الدلالات والمتن، فإن فيها دائرة معارف شؤون الإمامة والإمام عليهم الصلاة والسلام، دائرة معارف بالمستوى الراقي جداً. لذا تجد هذه الزيارة قد شرحها كثير من علمائنا الأعلام منذ صدور الرواية عن الإمام الهادي وإلى يومنا هذا، عشرات من المؤلفات الضخمة من الأسفار الكبيرة حول هذه الزيارة العظيمة وما ورائها من المعاني السامية من المفاهيم
في ثقافتنا الإسلامية. نحن نشكر الله أنه من أتباع مدرسة أهل البيت، مذهب أهل البيت، ولذا عرفناهم بالذي هم عرفونا بحقهم، فكانوا الإنسان الكامل، كانوا الإمام الذي هو وحيد عصره، كانوا نور الله في الأرض، كانوا حجة الله على الخلائق أجمعين، على من في السماوات ومن في الأرضين وما بين السماوات والأرض. نعم، هذه الزيارة العظيمة من أشهر زيارات الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وأعلاها شأنا وأكثرها ذيوعا وانتشارا، فقد حظيت بأهمية خاصة بين الأدعية والزيارات المأثورة عن أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام، وقد أقبل أتباع أهل البيت وشيعتهم على حفظها وزيارة الأئمة، حتى أنه شيخ الأنصاري الشيخ الأعظم كان يزور الأئمة عليهم الصلاة والسلام بهذه الزيارة، فإنه يزار بها كل إمام معصوم. وحتى في يوم سألته سيدنا الأستاذ آية الله العظمى سيد النجف المرعشي على أنه علمني شيئا أنير به قلبي يكون قلبي نورانيا، قال عليك بزيارة الجامعة في كل يوم، وإن لم تستطع ففي كل أسبوع مرة. وصية علمائنا الأعلام السيد الإمام رحمة الله عليه كان في كل ليلة يزور أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بزيارة الجامعة خلال 15 عام عندما كان في النجف الأشرف، حتى أنه في ليلة من الليالي كانت السماء ممطرة جدا بحيث صعب عليه أن يخرج من الدار، فيقال زار الإمام عليه الصلاة والسلام في بيته بزيارة الجامعة، لم تنقطع منه ولا يوم واحد زيارة الجامعة عظيمة. قد اهتم علماء الشيعة بهذه الزيارة واعتبروها أفضل الزيارات الجامعة سندا ومحتوى، نقلها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهما. قال العلامة المجلسي، وكفى شهادة العلامة المجلسي، العلامة المجلسي باب من أبواب الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، قال إن هذه الزيارة من أصح الزيارات سندا وأعمها موردا وأفصحها لفظا وأبلغها معنى وأعلاها شأنا. في بحار الأنوار قال ذلك المجلد 102 صفحة 127. فالله الله بهذه الزيارة، وللحديث صلة. فاصل وسنواصل إن شاء الله. سلام الله عليكم أحبتي ورحمته وبركاته. لازلنا وإياكم في رحاب مولانا وإمامنا الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، نهتدي بهداه، إنه مظهر الهداية الإلهية، الله هو الهادي، إلا أن هذه الهداية تتجلى في خلقه، في كتابه، في محمد وآل محمد، هم الهداة. ومن الأئمة الهداة الإمام علي الهادي عليه الصلاة والسلام، فمعكم في رحابه وفي مواعظه وحكمه. فمن كلامه النوراني قال: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. أحبتي، نحن أبينا أو شئنا فعلا نعيش في هذه الدنيا، شاء الله سبحانه وتعالى أن نولد ونعيش في هذه الدنيا، اختارنا من بين خلقه، لم يجعلنا من الجمادات ولم يجعلنا من النباتات ولا من الحيوانات، إنما جعلنا من الإنس، اختارنا أن نكون من أبناء وولدي آدم عليه الصلاة والسلام، وأسكننا هذه الأرض في مدة قصيرة تعد بالنسبة إلى العمر الطويل، العمر الأبدي والحياة الأبدية، تعد لحظة من لحظات الحياة الأبدية، وإن كانت هذه المدة
60 و70 سنة كما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله، أعمار أمتي في آخر الزمان بين 60 و70. فهذا العمر الذي نعيش فيه في الدنيا إنما هو لكي نتقرب إليه سبحانه وتعالى. وقد شبهت الدنيا في الأحاديث الشريفة بتشبيهات عديدة، تارة بالبحر يغرق قوم وينجو منه قوم، وتارة بالحية الملساء ظاهرها جميل ولكن باطنها سم قاتل، تارة بالمرأة العجوزة الشمطاء التي تحسن ظاهرها بالمكياج وما شابه ذلك كما يقال في يومنا هذا. فالدنيا يشبه حتى نأخذ العبرة، حتى نعرف موقفنا من هذه الدنيا، أنه كيف نكون في هذه الدنيا، لأنه الدنيا دار عمل والآخرة دار الحساب، الدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر. فلا بد أن نتزود ونحن على متن سفر، لا بد أن نتزود من هذه الدنيا لرحلتنا الأبدية. والإمام عليه الصلاة والسلام يشبه الدنيا بسوق، الدنيا سوق، كيف الإنسان يدخل في السوق ويخرج منه، يأخذ حاجاته، يأخذ المتاع الذي يريده ويخرج منه، لا يبقى في السوق. هل رأيت شخص يبقى في السوق لمدة سنة مثلا؟ أصلا لا يخرج من السوق، لا تجد، السوق يفتح صباحا ويغلق ليلا. فحينئذ الدنيا سوق، وفي هذا السوق كبقية الأسواق في الدنيا تجد هناك من يربح في معاملاته في بيعه وشرائه، وهناك من يخسر. وهذا يعني أن الناس على صنفين في دنياهم، فمنهم من يخسر ومنهم من يربح. ربحك في الدنيا أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتعمل صالحا، لأن الإيمان بوحده لا يكفي، لا بد من العمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. لذا الدنيا سوق، أنت وأنا في هذا السوق هل نكون من الرابحين؟ إن شاء الله، أو والعياذ بالله نكون الإنسان من الخاسر، من الخاسرين، خسروا أنفسهم. والعاصر إن الإنسان لفي خسر، لكن من الذي يربح في هذه الدنيا، في هذا السوق الدنيوي؟ والعاصر إن الإنسان في هذا السوق لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وللحديث في هذا المجال مجال، ولكن مقصودي أنه فقط إشارات عابرة، وأن نقرأ قصة أكثر وأكبر من هذه الأحاديث الأخلاقية. قال عليه الصلاة والسلام: شر الرزية سوء الخلق. واقعا شر المصيبة، الرزية مصيبة، الإنسان يبتلى بالمصائب، بفقد الأحبة، بالزلزال، بالفيضان، بالحريق، يبتلى على كل حال. الدنيا دار البلاء، دار بالبلاء موصوفة، وصف الدنيا أنها دار بلاء، دار اختبار، دار امتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه الدنيا. فالشر المصائب والرزايا في الدنيا أن يكون الإنسان مبتلى بسوء الخلق، سوء الخلق، سيء الأخلاق مع نفسه، مع ربه، مع الناس، مع أسرته، مع زوجته، مع أولاده، سوء الخلق، هذه مصيبة عظمى. فلا بد حينئذ أن ندفع عن أنفسنا سوء الخلق بحسن الخلق، لا بد من الجهاد الأصغر والأكبر والأوسط. والذين يجاهدون في سبيل الله أولئك هم المهتدون، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الفلاح، كل الفلاح في التقوى والجهاد، والذي يكون بينهما التوسل، التوسل، وأفضل ما يتوسل محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. فنتوسل بالإمام الهادي ونكون في هدي إن شاء الله. فشر الرزية سوء الخلق. العتاب مفتاح التقالي، والعتاب خير من الحقد. بعض الأحيان الإنسان يبتلى
بأناس يقصرون في حقك مثلا، يفعلون ما يسيئك، يفعلون ما يكون سببا للأذى، كالزوجة مثلا أو الزوج أو الأولاد أو الأصدقاء أو الجيران، على كل حال فتريد أن تعاتبهم. تارة يبتلى الإنسان بحقدهم والعياذ بالله، ببغضهم، بعداوتهم. إذا ابتلي بالعداوة لا، هذا ما يريده الشيطان. الشيطان يلقي بينكم بالعداوة والبغضاء، فحينئذ يجوز له أن يعاتب، فإن المحب لمن يحب يعاتب، ولكن عتاب ظريف، عتاب جميل، عتاب قليل، لأنه العتاب مفتاح التقالي، مفتاح البغض، مفتاح عدم الارتياح بعضنا لبعض عندما يكون العتاب، لا سيما إذا كان عتابا لاذعا وشديدا. فالعتاب مفتاح التقالي، ولكن والعتاب خير من الحقد. إذا لا أذكر المشكلة ربما أبتلى بعقدة نفسية، إذا لا أذكر ما فعله وأعاتبه على ذلك ربما أبتلى بحقده. لا، هنا عليك أن تعاتبه، ولكن مع ذلك عتابا جميلا. العجب يبتلى الإنسان بأمراض نفسية، العجب، الرياء، الحسد، الحرص، الطمع. فالعجب صارف، من يعجب بنفسه أنه أنا ولا غيري. العجب صارف عن طلب العلم، لا يطلب العلم حينئذ، المعجب بنفسه لا يطلب العلم. وتهذيب النفس، ويجعله يرتطم في الجهل، دائما يقع في الجهل، يرتطم رأسه بالجهل والجهال والأشرار. فلذا لابد أن يكون الإنسان متواضعا ولا يعجب بنفسه. الغضب، العجب، الغضب، قال عليه الصلاة والسلام: الغضب على من تملك لؤم. عجيب، واقعا علماء النفس أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، كل علم النفس في هذه الكلمة الصغيرة، جوامع الكلم، كلمات، مفردات، ولكن من ورائها خزائن من العلوم، من المعارف. يقول: الغضب تارة تغضب على من فوق يدك، وتارة تغضب على من تحت يدك، من تملكه كولدك، كزوجتك. فعند ذلك يقول: الغضب على من تملك لؤم. هذه من اللآمة. الإنسان الكريم لا يغضب على من هو أصغر منه، على من يكون أمره بيده، كأولاده، كزوجته، وحتى الصديق، كالمعلم والتلميذ، أنه المعلم لا يغضب على تلميذه. اللجاجة، الإنسان لجوج، هذه صفة ذميمة. اللجاجة مسلبة للسلامة، تسلب سلامة الإنسان، ومؤدية للندامة، يندم أخيرا. الإنسان لجوج يفهم على أنه لجاجته كانت عن جهل، والجهل يندم عندما يعلم بحقائق الأمور. المصيبة للصابر واحدة، من يصبر في مصيبتي، في مصيبة واحدة، ولكن للجازع مصيبتان. المصيبة يتحملها، ومصيبة المصيبة أنها جزع على المصيبة. كان المفروض أن يصبر في المصيبة حتى يبشره الله سبحانه وتعالى بجنات تجري من تحت أنهار. بشر الصابرين. قال عليه الصلاة والسلام: من رضي عن نفسه، الراضي بنفسه، من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. قال عليه الصلاة والسلام: الناس في الدنيا بالأموال. عجيب، واقعا هكذا، الناس في الدنيا بالأموال، عند أموال كثيرة تجد الناس يحترمونه، يحترم الغني غير ما يحترم الفقير. فالناس يحترمون صاحب المقام والرياسة وجاهه، أموال ما شابه ذلك. لكن يوم القيامة، يوم الآخرة، يا ترى بأموالك أبدا، بأعمالك؟ لذا قال: الناس في الدنيا بالأموال، وفي الآخرة بالأعمال. الهزل فكاهة السفهاء وصناعة الجهال. وأخيرا وليس بآخر طبعا، قال عليه الصلاة والسلام حينما سأله
سهل بن زياد قال: كتبت إليه عليه الصلاة والسلام: بعض أصحابنا يسأله أن يعلمه دعوة جامعة للدنيا والآخرة. أراد من الإمام دعوة جامعة فيها خير الدنيا والآخرة، دعوة قصيرة لكن فيها خير الدنيا والآخرة. فكتب إليه أكثر من الاستغفار والحمد، أكثر: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ذو الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام، استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه. هذه الصيغ الاستغفارية، مناجاة التائبين، مناجاة المستغفرين، صحيفة السجادية فيها ما فيها، صحيفة العلوية، صحيفة المهدوية، كل هذه الصحف التي وردت عن أئمتنا فيها قصة وافر من الأدعية الدالة على الاستغفار، أنه الإنسان يستغفر ربه ويتوب. فأكثر من الاستغفار والحامد، فإنك تدرك بذلك الخير كله إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من شيعة هؤلاء الأئمة الأطهار حقيقة، من شيعتهم قولا، عقيدة، سلوكا، فعلا، عملا في الدنيا وفي الآخرة، ويوفقنا لزيارتهم في الدنيا ولحضورهم عند الموت والاحتضار، وحضورهم في قبورنا، أنوارهم في القبور يحضرون جنائزنا كما ورد في الحديث الشريف، وشفاعتهم في الآخرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.